في البداية كنت معادي لفكرة التدخين، لين اليوم اللي شجعوني في ربعي على التجربة، فقلت خلي أجرب، مو بخسران شيء، مع أني كحيت من البداية، بس الصراحة الفرة عيبتني. عقب فترة تعودت على الدواخة وأدمنت هالشيء، لين ما طحت في فخ التدخين وتعبت. ربعي ما قصروا ودوني المستشفى، وعقب استشارة كم من دكتور اكتشفت بأني مريض، وكل هذا بسبب التدخين. فقررت من يومها الابتعاد عن التدخين.